عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة وجرنان. صباحكم سعيد إن شاء الله، مليء بالنشاط والحيوية والتفاؤل. مهم جدا التفاؤل، تفاؤلوا خيرا إن شاء الله تجدوه. أقرأ لكم أهم ما جاء من أخبار في الصحف الوطنية لنهار اليوم. بداية بالنهار، حسب تقرير أورماد الأوروبي المتخصص في السمع البصري، تلفزيون النهار الأول في الجزائر والمغرب العربي على خلفية اختطاف الطفل ليث من حاضنة مصلحة الولادة في مستشفى قسنطينة، اختطاف اللي كان عمل ضجة. الآن كاميرات مراقبة في المستشفيات لمواجهة الاختطافات، وديوان الامتحانات والمسابقات يحدد سعر تصحيح أوراق الإجابة. سعر التصحيح الورقة الواحدة هو 35 دينار. المصححون مخيرون بين اعتماد السرعة لتحصيل أموال أكثر أو التركيز وتحكيم الضمير. وفي خبر ذي صلة، وزارة التربية تنظم مسابقات توظيف 20,000 أستاذ في 28 جويلية. إلى وقت الجزائر التي قالت سلال الوزير الأول، قال أن الحل في غردايا ليس أمنيا. وابن غبريت تتوقع نسبة نجاح عالية في البكالوريا، وزير التربية تتوقع نسبة نجاح عالية. الحياة قالت 30 نائب بالمجلس الشعبي و12 بمجلس الأمة استقالوا من تاج. رجل أعمال لطيفي مخاطبا عن مرعول، ما هكذا تساق الإبل يا السي عمار؟ كانت الأزمة بدأت لما حدث اعتداء النائب لطيفي على رئيس الكتلة كمال عبازي من نفس الحزب. والمساء قالت رؤساء الكتل يلحون على ترقية الاستثمار والإنتاج الصناعي، النواب يصدقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة. المصادقة كانت الخميس الفارط. الإكسبريسيون قالت ريكونسيتاسيون ناسيونال سيكوريتي تمازيغت اي ديكوباج ادمينستراتيف لو بلان دو فول دو سلال. لو سوار دالجيري قالت ريبونس دو بروميير مينيستر او ديبوتي لي دي نون دي دو سلال. سلال تصدر اليوم الصحف الاولى. وليبرتي ايضا الوزير الاول، لا ريكونسيتاسيون سون تمازيغت. هذه العناوين مفصله في. أهلا بكم مشاهدينا إلى معرض صحافة نهار اليوم. نستهله بالعناوين. 35 دينار هو سعر تصحيح ورقة البكالوريا. كاميرات مراقبة في المستشفيات لحماية الأطفال من الاختطاف. سلال قال لم نعقد أي صفقة مع على جانب لاستخراج الغاز الصخري. وتلفزيون النهار الأول في الجزائر والمغرب العربي. حددت وزارة التربية سعر تصحيح أوراق امتحانات نهاية السنة سانكيام البيام والباك بين 20 و35 دينار للورقة، هو ما يجعل مصير التلاميذ مرهونا بسرعة الأستاذ وتأنيب الضمير له، حيث يلجأ العديد من الأساتذة لتصحيح أكبر عدد من الأوراق من دون مراعاة جهد الطالب، وذلك لتحصيل مبالغ هامة بعد نهاية العملية. تشرع قريبا مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تركيب كاميرات مراقبة على مستوى كافة المستشفيات كإجراء وقائي. ويأتي هذا القرار على خلفية الحادثة التي اهتز لها المستشفى الجامعي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة بعد اختطاف رضيع حديث الولادة من حاضنة مصلحة الولادة، وهي الحادثة التي دفعت وزير العدل الطيب لوح إلى الأمر بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية. قال عبد المالك سلال أول أمس في مداخلته ردا على أسئلة نواب البرلمان إن إطارات شركة سوناتراك عملوا منذ السنوات الماضية على دفع عجلة الاقتصاد الجزائري إلى الأمام، مؤكدا أن الجزائر ومؤسساتها لم تعقد أي صفقة مع أي دولة فيما يخص استخراج الغاز الصخري. أكد تقرير حول واقع الفضاء السمعي البصري في الجزائر لبرنامج أورماد الممول من طرف الاتحاد الأوروبي أن تلفزيون النهار قد استطاع في مدة قصيرة تربع على عرش المؤسسات الإعلامية في الجزائر والمغرب العربي، مشيرا إلى أن مهنية القناة وتجاوبها مع انشغالات الجزائريين جعلها تتغلغل في كافة البيوت سواء في الجزائر أو في المغرب العربي ككل. إلى جريدة الجزائر نيوز التي عنونت بن غبريت تفضح باب أحمد وبن بوزيد والموت يحاصر عائلة جزائرية بليبيا. قالت الجزائر نيوز نجحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في أول امتحان لها من خلال تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان الجاري، حيث مرت هذه الامتحانات التي رهنت الوزيرة عليها وعلى تنظيمها مرت دون أي مشكل، حيث مرت امتحانات شهادة البكالوريا التي نظمت الأسبوع المنصرم في ظروف حسنة ودون تسجيل مشاكل كبيرة عكس ما حدث خلال السنوات الماضية.
وجهت عائلة السيد بن داود إبراهيم من ولاية شلف أمس نداء استغاثة نقله المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشلف، حيث وجه بيان الرابطة نداء إلى السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة الخارجية لإجلاء الرعايا الجزائريين إثر تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا وخطر الموت الذي يهددهم في ظل المواجهات التي تشهدها البلاد. إلى وقت الجزائر التي قالت عبد الملك سلال إن معالجة الوضع في ولاية غردايا لا يمكن إطلاقا أن يمر عبر الحل الأمني، معتبرا أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه. وقال سلال إن الدولة تعمل على الجمع للشمل بولاية غردايا وأنه لا فرق بين إباضي ومليكي، فكلنا عرب وأمازيغ وديننا واحد. وأضاف في هذا الإطار إننا نحاول بكافة الطرق والوسائل الابتعاد عن هذا النوع من المشاكل، والدولة الجزائرية قامت بواجبها وستواصل في هذا الاتجاه. المساء قالت نواب البرلمان يصدقون بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، وكتبت صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم الوزير الأول عبد الملك سلال بعد 4 أيام من المناقشة، وهو المخطط الذي طالب خلال مناقشته بعض رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة لتجسيد المخطط في الميدان. لسواغ دالجيري قالت ليدي نو دي دو سلال، وكتبت أكد الوزير الأول عبد الملك سلال أول أمس أن معالجة الوضع بولاية غردايا لا يمر عبر الحل الأمني، وحذر من المساس بالوحدة الوطنية لأنها خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه، وجدد عزم الدولة على مكافحة البيروقراطية والفساد لا سيما العدالة التي عالجت 1990 قضية فساد العام الماضي. وشدد سلال على ضرورة اعتماد آليات بيداغوجية حديثة لتدريس اللغة الأمازيغية بعد مسابقة النواب على مخطط الحكومة. الإكسبريسيون قالت لي كانديدا سيونتيفيك اون كولير، وكتبت أصيب مترشحي شعبة علوم تجريبية بخيبة أمل كبيرة، وهذا خلال اليوم الأخير من امتحان شهادة البكالوريا، حيث وجدوا صعوبة كبيرة في مادة الفيزياء التي تعتبر من المواد الأساسية، ما جعل الكثير منهم يقومون بإغماءات داخل قاعات، ما أجبر سيارات الإسعاف على التدخل في بعض المؤسسات، فيما خرج التلاميذ بالإحباط بادي على وجوههم. إلى موقع تياسا كل شيء على الجزائر التي قال أوتوروت أست وست لالجيري سو بريبار رياليزي لو كونترا افيك لو جابوني كوجال، وكتب الموقع أكد قاضي عبد القادر وزير الأشغال العمومية أمس من ولاية عنابة أن التأخر الحاصل في الشطر الشرقي للطريق السيار دفعهم للتفكير جديا في فسخ العقد مع الشركة اليابانية كوجال المكلفة بعملية الإنجاز، حيث كشف الوزير خلال معاينته لشطر الطريق المار عبر ولاية الطارف أنه تم توجيه إنذار ثاني لشركة كوجال من أجل تسريع وتيرة الإنجاز أو فسخ العقد. إلى الصحف المحلية آخر ساعة قالت لجنة الطعنة الولائية تسارع الزمن لإعلان قوائم السكن قبل رمضان، وكتبت آخر ساعة كثفت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى ولاية جيجل من نشاطها خلال الأيام الأخيرة، وذلك بنية الفصل في مصير قوائم السكن العالقة على مستوى عدة بلديات والإعلان الرسمي عن القوائم النهائية قبل شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام معدودة. صوت الغرب قالت الأوبيجي ستشرع في إنجاز 1300 سكن ألبيا ببلقايد، وكتبت يرتقب أن تباشر قريبا أشغال إنجاز 1300 سكن ترقوي على مستوى دوار بلقايد شرق مدينة وهران حسب ما أفاد به المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري. أشار ذات المسؤول خلال عملية سحب القرعة التي نظمها الديوان الأسبوع المنصرم لتحديد تمركز المستفيدين من حصة تقدر بحوالي 1000 مسكن ترقوي، مدعم أن المؤسسات المكلفة بتجسيد هذا المشروع قد وضعت ورشاتها. إلى تصريح اليوم، هو تصريح الوزير الأول عبد الملك سلال الذي قال الحكومة تعمل على تقوية الجبهة الداخلية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يحرص على الدفاع عن الوطن والاقتصاد والجزائريين أينما كانوا، وقال إن الجزائر تعيش في محيط صعب جدا يتميز بتهريب المخدرات انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية يقتضي تجنّد الجميع ابتداء من الجهاز التنفيذي التشريعي وحتى المواطنين لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر. سلال قال إننا نكافح كثيرا وعلى عدة جبهات ما فيها الصعيد الدبلوماسي لحماية الجزائر وصد كل الهجمات.
إلى أجندة اليوم، يقوم وزير الأشغال العمومي عبد القادر القاضي بزيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع قطاعية. يقوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيف لتفقد بعض المشاريع القطاعية. وتشرف وزيرة التهيئة والإقليم والبيئة دليل أبو جمعة رفقة وفد من أعضاء الحكومة اليوم على الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للبيئة الذي برمجت له عدة نشاطات على مستوى الواجهة البحرية بالصبلات. وينظم المسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفنان حفلا تكريميا للفنان ببكر مخوخ وسليمة العبيدي عرفانا لما قدموه من أعمال في الساحة الفنية، وذلك بمقر المسرح ابتداء من الساعة 2 زوالا. وتشرف جمعية مشعل الشهيد اليوم على تدشين فضاء فن وذاكرة المخصص للفنانين المحترفين والشباب إلى جانب معرض جمائل الخزف والزخرفة والمنمنمات والخط العربي بغابة بينام مقابل المركز الرياضي للأمن الوطني. بالأجندة مشاهدينا نختم معرض الصحافة لنهار اليوم، نشكركم على الإصغاء والمتابعة. صباح الخير يا مقدور، وش راهم يقولوا اليوم؟ ايه والله تعرف شو يقولوا اليوم غير تموت بالضحك. شاشة تلفزيون قرعت شوية. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. راهم يقولوا وين راك يا نكاز؟ يتساءل العديد من رواد موقع التفاعل الاجتماعي الفيسبوك عن مصير رشيد نكاز الذي لم يظهر له أي أثر منذ قرابة شهر، حيث صام عن الكلام والحركة، وهو الذي ظل يعد محبيه بأنه يعكف على التحضير لإنشاء حزب سياسي جديد من أجل مواصلة نضاله في الساحة الوطنية. وكان آخر ظهور لرشيد نكاز هو سفره إلى ولاية غردايا بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر له أي أثر. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. راهم يقولوا حليل وزيج مهتم بالحوارات. يبدو أن الناخب الوطني وحيد حليل وزيج يثق كثيرا في الصحافة الأجنبية ويفضل التعامل معها بشكل مباشر أكثر من تعامله مع الصحافة الوطنية التي يفضل التعامل معها في إطار رسمي أكثر من خلال الندوات الصحفية فقط. وقام الناخب الوطني وحيد حليل وزيج بمنح صحيفة لوباريسيان الفرنسية حوارا مطولا، حيث يكون من المفروض تركيز الناخب الوطني على التحضير ليس على إجراء الحوارات لوسائل الإعلام الأجنبية. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. راهم يقولوا وزير مفرنس. فاجأ وزير الشؤون الدينية الجديد محمد عيسى الجميع خلال مجلس الوزراء الأخير لما فضل الحديث بلغة فولتاخ على لغة القرآن والإسلام الذي يشرف على قطاعه، ما جعل بعض المعلقين يقارنون بينه وبين وزيرة التربية التي رغم الصعوبة التي تجدها في اللغة العربية إلا أنها تحاول جاهدة للتحدث بها. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. راهم يقولوا صونكم خير من المرسيدس. قال الأمين العام بالنيابة لحزب العمال الاشتراكي محمود رشيدي إن شاحنة صونكم الجزائرية كانت في سنوات السبعينات تتنافس في الرالي باريس وداكار وتتفوق على ماركات عالمية من بينها المرسيدس الألمانية المعروفة بجودتها الفائقة، وذلك في رده على من يقول إن الشركات العمومية لم يعد لها مكان في عالم اليوم. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. راهم يقولوا المهم الوزيرة. يبدو أن القائمين على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة لم يهمهم في تحديث الموقع سوى التركيز على نزع اسم الوزيرة السابقة للثقافة خالدة تومي ووضع اسم الوزيرة الجديدة نادية العبيدي مكانه. وإلا كيف نفسر ترك المهرجان الوطني لأغنية الراي بولاية وهران وشهر أوت في النسخة الناطقة باللغة العربية بينما حول إلى سيدي بلعباس في النسخة الناطقة بالفرنسية، مع العلم أن فعالياته تنطلق في 9 من الشهر الجاري بولاية سيدي بلعباس. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. احنا خطينا، هما راهم يقولوا. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من قهوة وجرنان. ذكركم بصفحتنا على الفيسبوك قهوة وجرنان كما تظهر أسفل الشاشة، اكتبوها بالأحرف اللاتينية. ننتظر مساهمتكم في هذه الصفحة، ودائما نقول لكم إن شاء الله قناعة منا أنه اليوم يكون أفضل من الأمس، وبتضافر جهود الجميع إن شاء الله الغد أفضل وبكثير في الجزائر. دائما دعوا ربي على رايت بلدنا. محمد عثمان يحيي.